بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. أما بعد، فسأقرأ ما تيسر من القرآن الكريم بعدة أصوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير وعرضوا على ربك
هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن تَقَدَّمَ مِنَّا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ.
بثمري حكمه والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إنكم عبد الغني الضمري جزاك الله كل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم. سأقرأ بصوت الشيخ ياسر الدوسري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قال نبأني العليم.
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما جزاكم الله كل خير. وإن شاء الله سبحانه وتعالى سأختم بدعاء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم يا سامع الصوت اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت يا رب الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت تحصنا بك يا ذا العزة والجبروت واعتصمنا بك يا رب الملكوت تحصنا بك يا ذا العزة والجبروت واعتصمنا بك يا رب الملك والملكوت اصرف عنا الأذى والوباء والبلاء إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن شر الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام لا إله إلا أنت يا سامع النداء يا سامع النداء يا سامع النداء يا رافع البلاء يا رافع البلاء اكفنا هذا الوباء
اكشف الغمة عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من كل مكروه، اللهم احفظنا من كل مكروه، اللهم احفظ بلاد الحرمين واحفظ بلاد المسلمين أجمعين. إلهنا إلهنا نحن محتاجون إليك، نحن الضعفاء إليك المساكين. إلهنا إلهنا إن أخطأنا فاغفر لنا يا غفور يا غفار يا رحيم، ورحمتك وسعت كل شيء. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر كل متابعين الذين شاركوا هذا البث المباشر، وكل من تابعوه، وكل من نشروه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.